الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير حلم النمل الأسود يمشي على جسم الإنسان في المنام. فتابعونا وما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. حسب تفسير الإمام محمد ابن سيرين طيب الله سراه، عندما يرى الحالم في المنام أن النمل الأسود يسير على جسمه وقرصه، فهذا دليل على زيادة المال ووفرة الرزق الذي سيتمتع بها الرأي عن قريب بإذن الله تعالى. لو رأى الحالم النمل الأسود في منامه وكان يطير وله أجنحة، فهذا دليل على الكوارث التي ستهاجم على الرأي وستجعله يعاني من الضيق والهم والغم في الحقيقة. لو رأى الحالم أن النمل كان يغطى جسمه واستطاع أن يتخلص منه، فهذا دليل على أنه سينتصر على أعدائه. تفسير حلم النمل الأسود على الجسم في المنام. في منام الحامل يشير إلى بعض التغيرات الصحية السيئة التي ستعيشها الحالمة عن قريب، مما ستتأثر حالته النفسية بهذا المرض. ولكن الفقهاء قالوا إن النمل أحيانا يشير إلى الضعف، إذن فإن الأمراض التي ستبلي بها الحالمة ستكون بسيطة نوعا ما، والله سيكتب لها الشفاء منها قريبا. عندما يرى الحالم أن النمل يسير على الأقدام أو الساقين، فهذا دليل على شلل الرأي أو قلة حركته في الفترة القادمة. في حالة رؤية الحالم المريض بأن النمل يغطي كل جسمه، فهذا يشير إلى موت الحالم. أما لو رأى الحالم بأن النمل يغطى منطقة الرأس أو يملأ الشعر، فهذا دليل على أن عليه الكثير من الواجبات ولكنه لم يقم بها على أكمل وجه، فتلك الرؤية تدل على أن الحالم رجل مقصر في الحقيقة في حق نفسه وحق من حوله. عندما يرى الرجل في منامه أن النمل في منزله كثير، فهذا دليل على ازدهار مستقبله وربحه الكثير من المال. تومئ الرؤية بأن الحالم مكافح ويعاني في حياته كي يحصل على الرزق، ولكن الله سيمنحه الاستقرار المادي والمعنوي بعد فترة طويلة من الاجتهاد والصبر. تنسوناش بأخواننا بلايك وشير، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.